في المركز الأول في الصدارة الأولى، يحمل عنوان المقدمة والصدارة، الذهبي في اندفاعه إلى المقدمة والصدارة، والفلوجة هنا في منافسة الكبار، تحديات الكبار تعلن تواجدها في هذه اللحظة إلى الانطلاقة التي تحمل هذه اللحظات هجن الشيحانية من دولة قطر قادمة للمشاركة في انطلاقات هذه اللحظات الجميلة، وتؤكد أنها في المنافسة تتواجد من خلال الأشواط الرئيسية والمميزة. إذن هنا لحظات النهاية، والحزام الأخضر كما يقال يبتسم لانطلاقة النهاية، يبتسم هنا للحظات الفلوجة وصولها إلى خط النهاية. تهانينا والناموس لهجنة الشيحانية، وشكرا يا الذهبي سالم بن جابر بن فاران المري، يا سلام تقديم مميز لهذه الفلوجة في هذا الشوط المثير، يا سلام. المركز الثاني هنا تصل مع لحظات التحدي هي جميلة لهجن الرياض. مميز والذهبي الشحانية والرياسة والعاصفة والأمتار الأخيرة، رهان مع المركز الأول، بلشة مع المركز الثاني، الله الله الله، رهان وبلشة، أبلشة والرنج روفر، أبلشة والرنج روفر، احتار 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 ما بين بلشة ما بين رهان ما بين العاصفة ما بين الرياسة، العاصفة مع الواثق، الرياسة مع المميز، ولكن رهان ورهان، رهان ورهان، رهان مع امبراطورية العاصفة، العاصفة تتكلم برهان ورهان، الواثق الواثق من امكانياته، الواثق من رهان، الواثق من العاصفة، حمد بن راشد بن حمد بن غدير، تحياتي واحترامي للعاصفة التي كسبت الرهان ولمالك العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وللواثق بو راشد، تهانينا لك يا حمد يا بن راشد يا بن. وفي المركز الثالث هنا مشاهدينا الكرام اللي هي الشاهينية او الخميسة، نعم الخميسة، وصلت الخميسة وانطلقت الخميسة، ولكن الوجبة، الله يا الوجبة، انطلقت الوجبة وتحركت الوجبة، تريد ان تبعث السلام الى الوجبة والى دولة قطر، الله الله الله، هذه الوجبة الان تقترب من المنصة الرئيسية وخط النهاية، يقترب منها ليقترب ايضا منها الناموس، ويقترب منها ايضا التحدي في هذا الشوط. تهانينا والناموس لهجن الشيحانية للمرة الثانية، والتهنئة ايضا موصولة للمضمر سالم بن فاران المري، وسلام سلام عليكم يا الاعزاء في دولة قطر على فوز الوجبة وانتزاحها للناموس. المركز الثاني كان من نصيب الى الخط النهاية والى الفوز والى الناموس، لكن مولع هنا، مولع عنده كلام ثاني، يبي يولع الامور، يبي يشعلل الامور، وولعت الامور، وولعت الامور ما بين الذيب وما بين مولع، الذيب لا زال على المقدمة، مولع في المركز الثاني، المعركة طاحنة، حشم بزمول هذيلا، جعادين يتراقصن على ارضية ميدان الوذبة في عاصمة الميادين، ها هو الذيب، الذيب يقترب من السيارة، يقترب من التتويج، يقترب من الناموس، يقترب من السلامات، سلام سلام عليك يا هجن الرياسة، تهانينا للمقام السامي سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد النهيان، وإلى المشرف العام معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد النهيان على فوز هجن الرياسة بهذا الشوط والأشواط الذي سجلت حروفا من ذهب. والجميع
جميل. حمر خطر مر وعبر هنا في منطقة الاعلام ليعلن هذا الانتقال، ليعلن هذه السرعة الرائعة والجميلة مع هجن الرياسة. يتواجد مبارك بن احمد المايد الخيالي مقدما لشاهين شاهين. صدق الخبراء والمحللين، قال السلالة الشاهينية دائما في المقدمة، حتى هناك حديدة بتلقاها مع الصدارة، ولكن شاهين شاهين تهانينا تهانينا والناموس لهجن الرياسة على هذا الفوز، والتهنئة للمميز مبارك بن احمد بن مايد الخيالي على هذا الفوز في الميتين متر الاخيرة والحزام الاخضر ومنطقة الثيل. ياتي بكل اريحية ليعلن هذا الفوز والانتصار، تهانينا والناموس للمرة الثانية، تهانينا ايضا محملة على ظهر شاهين الى هجن الرياسة وعشاقها ومتيميها. هكذا هو الوصول، هكذا هو الفوز، هكذا هو الانتصار. المركز الثاني لا ولا خبرك على الشاشة يبين بالفعل وجهة نظر في المركز الاول، في المركز الاول. هات يلي تطوي الميدان طي ليتبدل على اليسار وعلى اليمين. الله يا عايض، مشكور يا عايض على هذه الكلمات وهذه وجهة نظر. سلام 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 يا مرغم، سلام سلام يا مرغم، سلام. الو 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 مرغم، الو مرغم، اسعد الله مساكم يا اهل مرغم، اسعد الله مساكم. والمشكور يا الواثق، مشكور يا الواثق. تهانينا لهجن العاصفة للمرة الثالثة في مسائي هذا اليوم، وتهانينا والناموس لحمد بن راشد بن غدير الاجتبي. هذه لحظات، هذه لحظات وجهة نظر. تهانينا تهانينا والناموس المركز الثاني وصلت فيه اللي هي لسيد مذيار. خطر قادم هنا من تعلن هيبة لحجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير الاكتبي الواثق. من يقدم هيبة الاقرب للفوز الاقرب للناموس؟ ما زالت مسيطرة بلشة، بلشة مع البداية، بلشة مع المقدمة. هجن الشحانية من تحكم القف، هجن العاصفة من تعلن الخطر هنا ومن ترفع راية التهديد. هيبة بلشة، بلشة وهيبة، بلشة الاقرب، بلشة المسيطرة، ولكن هيبة، هيبة مشاهدينا الكرام واصلة بالخلف بكل قوة، ما يردها يكظ. يا سلام يا العاصفة، بلشة بلشة هيبة، هيبة وبلشة، بلشة هيبة 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 تتسلل، تنطلق تنطلق، تبي مكانها المطلوب، تبي مكانها المراد. تهانينا والناموس، ولكن هنا بلشة ما في امان، ما في امان. بلشة وهيبة، هيبة وبلشة، هيبة 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 وبلشة، بلشة وهيبة. لمن الفوز؟ لمن الانتصار؟ او هيبة؟ ننتظر مشاهدينا الكرام، او هيبة. المعركة طاحنة وأول عمور هذا الشوط منذ البداية، منذ البداية التغييرات مستمرة، ولكن حشيم حشيم من انطلق بالصدارة بشعار هجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير في عملية التضمير. ولكن شاهين الآخر من الجانب الآخر، من الجانب الآخر شاهين التابع لهجن الرئاسة وأحمد بن مطر بن مايد الخيالي. صدرت الأوامر، صدرت الأوامر. يا سلام يا سلام يا سلام حشيم شاهين. ومن الجانب الآخر، من الجانب الآخر أرى هناك أيضا، أرى مياس بدأ يتسلل. والمعركة طاحنة، المعركة طاحنة. حشيم وشاهين، شاهين وحشيم. اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة. المعركة، المعركة. حشيم 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 هو الأقرب. تهانينا الهجن العاصفة، والتهاني للواثق حمد بن راشد بن غدير. شاهين مع المركز الثاني من هجن الرئاسة، المركز الثالث مياس من هجن العاصفة، المركز المري. ولكن مقدمة الشوط الله
هي العاصفة، العاصفة مع المركز الأول، والواثق الواثق الواثق المشاغب المشاغب، الله يا المشاغب المشاغب الواثق الواثق والمشاغب. أين يتجه الشوط؟ أين تتجه السلامات؟ ولكن هنا العاصفة على المركز الأول، الشحانية على ثاني، التحديات، الله الله الله، وذران يشكل الخطورة، وذران، ولكن الله الله الله، اللحظات الأخيرة، أرجنت وذران، وذران وأرجنت، أرجنت وذران يبحث عن النقطة الخامسة بهذه الفترة المسيئة، أرجنت أرجنت، اللحظات الأخيرة، اصمد يا أرجنت، هجن العاصفة على المركز الأول، وذران مع المركز الثاني، هجن الشحانية، ولكن ولكن العاصفة العاصفة عصفت العاصفة للمرة الخامسة في هذه الفترة المسائية. تهانينا والناموس لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم على هذا الفوز والانتصار. المركز مدينة الأعزاء يا سلوك، اذا هجن الرياسة، هجن الرياسة تسيطر على هذا الشوط، تتميز تبدع في هذا المهرجان. اذا تهانينا تهانينا القلبية من 400 متر الاخيرة الى هجن الرياسة، الفوز واحد للحمر سواء فاز الظافر او المميز. عموما وعلى كل حال الاهم هو فوز هذا الشعار. يا سلام، مزنة 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 الخير، مزنة الخير للمرة الثالثة. متابعينا الاعزاء في هذا المساء يفوز هذا الشعار، شعار الرموز، ومع نفس المضمر المميز، مميز بالفعل ومبدع بالفعل ونجم هذا اليوم. تهانينا لهجن الرياسة، تهانينا للمقام السامي سيدي سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ولمتابعين هذا الشعار، ولمحبين هذا الشعار، ولداعمين هذا الشعار. لحظات الوصول، تهانينا وناموس، لحظات الوصول على فوز مزنة بالمركز الأول، تهانينا للمميز. المركز الثاني كان الوصول من الدانة. إلى الزعفران وخط النهاية التي تتكرم بالثلاث المراكز، تكرم الثلاث المراكز، الخمسمائة متر الأخيرة، الأخيرة يا الواثق، الأخيرة يا الواثق. الظبي لا زالت، الظبي على المركز الأول، الظبي مسيطرة على المقدمة بشعار هجن العاصفة. حمد بن راشد بن غدير يقدم الظبي، بينما المركز الثاني تتواجد في الوجبة، الوجبة من هجن الشحانية، سالم فاران المري، وتاتي في المركز الثالث طماعة من هجن الرياسة، مبارك من احمد بن مايد الخيالي. نعود والصامد الظبي، ما شاء الله تبارك الله على هذه الانجازات المتعددة في هذا المساء للمرة السادسة على التوالي، شعار هجن العاصفة الواثق كذلك. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا لمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. شكرا للواثق المركز. وشاهين الله، يا سلام، الكوكبة الثلاثية، الكوكبة الثلاثية هنا مع المقدمة، مع المراكز المتقدمة، الواش الواش وشاهين والمدير، المدير والواش وشاهين. التحدي الأخير مع الأمتار النهائية، دخول أيضا من شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم مع المركز الرابع سالم بن حمد بن هيان. ولكن انطلق المدير، انطلق المدير على مقدمة هذا الشوط لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان والصادق فضل أمين. الواش الواش الواش، وصل الواش، وصلت العاصفة، تدخلت هجن العاصفة بانطلاقة الواش. حمد بن راشد بن غدير المدير والواش، الواش والمدير، المدير والواش، الواش والمدير. اللحظات الأخيرة، الله 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 الله، يا سلام يا سلام يا سلام، لمن ناموس هذا الشوط. الواش انطلق، الواش انطلق، المدير ما دار صامد، صامد المدير، ولكن الواش 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 الواش. تهانينا والناموس لهجن العاصفة، تهانينا والناموس أيضا لل ايضا
مقرون لهجن الرياسة. مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي هنا المميز المميز وشعار هجن الرياسة من يأتي مع المركز الثالث. وهناك أيضا هجن الشحانية تقدم البدع، وهناك محمد بن خالد العطية في عملية التضمير. أعود إلى الصدارة مع المركز الأول، التحديات الثنائية، اللحظات الأخيرة اللحظات الأخيرة. هناك أيضا أيضا مع الأمتار الأخيرة بابا 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 بابا. يا سلام يا سلام يا سلام، الله الله الله، هجن العاصفة وهجن الرياسة الواثق والمميز الواثق والمميز. ولكن المشاقب 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 الأمتار الأخيرة الميتين متر الأخيرة، الله الله، الأمور في خطر الأمور في خطر الأمور في خطر. اشتعلت هنا الصدارة، اشتعلت المقدمة، هجن الرياسة هجن الرياسة هجن الرياسة هنا أعزائي المشاهدين. ولكن هجن الشحانية، ولكن خلاص الأمتار الأخيرة. تهانينا تهانينا مع مغرور لهجن الرياسة، مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي المميز دائما. الله يا مغادرتنا. وهناك اصفهان، اصفهان مشاهدينا الاعزاء، اصفهان تنطلق في عمق الميدان، اصفهان تنطلق بهذا الاداء الفنان. اصفهان من هجن العاصفه تتقدم المشاركات مع الواثق مع الواثق، ولاحقت اصفهان اليمشه كذلك بالانطلاق الجميل. اليمشه لاسمه شيخ سلطان بن زايد الانهيان مع احد الشباب احمد بن خلفان بالصايغ المزروعي. ولكن اصفهان 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 على المركز الاول، الثلاثمية متر الاخيرة. اصفهان تعلن 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 من هذه اللحظات وتندفع بالفوز بهذا التحدي. شكرا يا الواثق، النقطة السابعة في هذا المساء مع شعار هجن العاصفة، مع العاصفة وهجنها في هذه الانطلاقات والتحديات الجميلة. تهانينا والناموس على هذا الفوز لسيدي سمو شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على فوز هجن العاصفة. تحياتي للواثق حمد بن راشد بن غدير بينما يا سلام يا سلام يا سلام. هنا في هذا الأداء في هذا التحدي والإثارة، هنا بشاير بن غدير على الصدارة على المقدمة لهجر العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير المركز الثاني. هناك الشاهنية سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر. هنا أيضا فهد بن حسين النعيمي، وعلى المركز الثالث تأتي ناصية على المركز الثالث من هجر العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير هملولة. على المركز الرابع هملولة هملولة في المركز الرابع سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع محمد بن سعيد بن مراشد. ولكن التحدي 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 والإثارة الشاهينية الشاهينية الشاهينية. وهنا بشاير شاهينية وبشاير بشاير والشاهينية بشاير والشاهينية. ولكن هناك الشاهينية. تهانينا تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، تهانينا لفهد بن حسين النعيمي على هذا الفوز الجميل المركز الثاني. بمقدمة هذا الشوط العروض التلقائية التي تظهر مع الصدارة تظهر أيضا مع المقدمة خلال هذا الانطلاق. هنا هيام تأتي مشاهدين الأعزاء بالانفراد منذ بداية الشوط وحتى هذه اللحظات لتسجل النقطة التاسعة في مساء هذا اليوم لهجن العاصفة مع انطلاقة هيام. الله 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 على هذا الأداء الرائع والجميل بدون أي أوامر بدون أي تعليمات. عروض تلقائية تظهر لانطلاقة هيام وتحديات هيام مع المقدمة ومع الصدارة. خلاص خلاص وصلنا إلى أيضا خط النهاية، وصلنا إلى الأمتار الخطيرة بقيادة وصدارة هيام. تهانينا والناموس لمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. تهانينا والناموس للواثق حمد بن راشد بن غدير على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني هملولة لسمو الشيخ حمدان بن راشد.